سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا فيه. اليوم جيت نوجد معكم واحد المسيمنات في هذا البرد. ما نقولش لكم كيفاش كيجيو بواحد اللذة، كيجيو مورقين ومقرمشين وفي نفس الوقت لذاذ لذاذ. ما نقولش لكم كيفاش كيجيو ديال هذا البرد صراحه، ماشي براد ديال اتاي منعنع، حيت انا ما كتعجبنيش الشيبه. كيجيو رائعين، وهاد الحرشه ما نقولش لكم، جربوهم على حسابي، على حسابي جربوهم، جاو لذاذ لذاذ لذاذ. المهم انا تذقتهم. عاد كنركب لكم الصوت فوق من الصوره. جاو لذاذ رائعين الصراحه. واحد الحرشه، ما عمر شي حرشه صدقات ليا بحال هذه، جات بنينه بنينه بنينه. ومهم بغيت غير نقول لكم بالنسبه للحليب، انا كان عندي غير كاس، هي راه فيها جوج كيسان البنات، وانا درت كاس تاع الحليب، قضيت بلي عدي وصافي. درت كاس تاع الحليب كبير وكاس ما عامرش تاع الماء. المهم انا اللي عدي قضيت به، ولكن راه جات خطيره لذيذه، هشيشه ومقرمشه وبنينه، كلشي تجمع فيها. جاو لذاذ الصراحه. هاد بجوج صايبوهم على حسابي ديال هاد البرد، ديال هاد الوقيته هادي. خليكم مع المقادير والطريقه. المهم هنايا كيما شفتوا معايا البنات، عندي المقادير ديال العجينه. عندي هنا 4 كؤوس ديال الدقيق الابيض وكاس ديال دقيق القمح. عندي كاس ديال الدقيق ديال القمح، كيديروا القمح سبيسيال، انا ما عنديش القمح سبيسيال، اكتفيت غير بداك الشيء اللي عندي ديبانيت بيه وصافي. المهم حتى هو راه صحي اكثر. القمح ديال الزرع غربلته بالنيلو ودرت كاس، وراني صورت لكم البنات من منين بديت كندير، ولقيت راسي مع التليفون عمر بالفيديوهات ما تسجلش، عاود مسحت الفيديوهات وعاود سجلت لكم من جديد. عندي هنايا ملعقه ديال السنيده والملح بالقياس، و4 معالق ديال الزيت، الزيت الرومي العادي، وجوج معالق ديال الخل. المهم هادشي اللي كاين في العجينه. غنعجنها مزيان بالماء دافي، تقريبا كاس ونص القياس ديال الماء، غنعجنها مزيان وغنخليها ترتاح في بلاستيكه وغندوزو للحشوه. المهم انا غنعجنها معكم وغادا ندوزو للحشوه باش نوريكم الحشوه شنو. قلت لكم البنات عندي شويه ديال الابزار والملح والكمون وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم بلدي، وراني كنت كنسجل لكم وما عرفتش علاش ولا كيتقطع ليا هاد الفيديوهات، والله ما عرفت علاش، واش التليفون عمر ولا ما عرفتش مناش. المهم غادي نحرك كلشي في خطراته يتشحر مزيان ويذوب، واخر حاجه غنزيدها هي الربيع والمعدنوس مقردين وشويه ديال الهريسه، شي ملعقه ديال الهريسه على حساب الذوق ديالكم، انا كيعجبني الحار. وغنزيدها هي الاخرى، وغنزيد معها الزعتر محكوك، حتى هو كيعجبني كيعطي واحد النسمه زوينه الزعتر محكوك. وغندير شي 4 الفرماجات متلتين. نتوما البنات ديروا اللي عندكم، فرماج مربع ولا فرماج محكوك، ولا انا تصاب عندي غير فرماج مثلث غادي نديرو. مهم راه بنا كلشي بحال. خليكم معايا حتى غادي يتشحر هادشي مزيان، ومن بعد غادي نتلاقى. هانتوما البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي الحشوه من بعد ما طاحت، صدقوني راه كتجي لذيذه. غير نوضوا البنات تشجعوا، نوضوا جربوها، راه كيجي واحد البنه خطيره. زدت الربيع والمعدنوس كي قلت لكم، وزدت معلقه ديال الهريسه، ودابا غنزيد الفرماج مثلث. غير نوضوا جربوا كي قلت لكم، راه كيجي لذيذ. شكون بحالي البنات غير كتحيد الغدا كتولي تفكر في الكوتي اش غدير ليه مع هاد البرد. الله يعطينا بركته، خاصنا غير ما ناكلو. واش قال بحالي ولا غير انا كنحيد الغدا؟ يلاه نحيد الغدا، خاصني نفكر ثاني شنو ندير لهم في العشيه. كيبغي الصراحه غامت. المهم جربوا هاد المسيمنات كي قلت لكم، وجربوا ديك الحرشه في الفران، وشي شي حوايج ساهلين. راه ما كنبغيش انا ندير شي حوايج اللي صعاب، غنبقاو شاديني واقفه بزاف، ولا عزيز عليا ندير شي حاجه اللي ساهله، ما غاداش تبقى شاده ليا الوقت بزاف والوقفه بزاف. راه الصراحه راه كاع بنادم كيتشكى من الوقفه بزاف في الكوزينه، من الظهر ومن ركابي ومن ماشي غير انا، بزاف ديال العيالات. هانتوما الفرماج كيعطي حتى هو واحد اللذه، غنخليها حتى تبرد على خاطرها، ومن بعد نتلاقى معكم باش نعمروا المسيمنات كيفاش غيجيو الشكل ديالهم. خليكم معايا ما تمشيو فين. هنا البنات كما شفتوا معايا غنوجد معكم الحريشه، هادو هما المقادير. عندي هنايا تقريبا 500 غرام ديال السميده رقيقه كما شفتوا معايا، و
وعندي جوج معالق ديال الفورس، وعندي ساشي ديال الفاني وخماره، وعندي كاس مع مرش ديال الزيت، وكاس كبير ديال الحليب دافي، وهنا ثلاثه المعالق ديال السنيده، وهنا غنديروا رشه ديال الملح، واللي ما بقى لينا غنكملوه بالماء دافي حتى هو. المهم هاد الحرشه سهله وكتجي لذيذه في نفس الوقت وكتوجد بالسرعه. هنا عندي معلقه كبيره كما شفتوا ديال الزبده، ما عرفتش علاش انا التليفون ولا داير معايا هكا، انا كنطلق الفيديو باش نوريكم هو كيطفى، والله ما عرفتش شنو وريتكم وشنو باقي. المهم قبلوا على هذا الفيديو صافي، ما عرفتش واش عمرك ولا كيدير هكا والله ما عرفت. المهم انا بسبستها بداك الزيت اللي قلت لكم والزبده، وهنا غادي نخلطها بالحليب دافي، كتجي جاريه شويه، واللي ما بقى راه كنكملوا بالماء. طيب انا وقيله غنكمل غير بشي نص كاس ديال الماء صافي، كما شفتوا معايا نص كاس ديال الماء اللي درت، راكم عارفين السميده كتزيد كتشرب. زدت واحد شويه مع كتزيد تشرب، وهنا هي المقله معايا، درت ليها كعب ديال الزبده فابي كويسون تفاديا باش ما تلصقش ليا ولا شي حاجه. نتوما لا كانت عندكم المقله ما تلصقش، غير دهنوها مزيان بالزبده راه غدا راه ما غاداش تلصق. انا عزيز عليا نخدم بهذا الكعب هذا باش نتفادى ما يلصقش ليا، ونشعل عليها الفران من تحت ومن الفوق ونخليها طيب على خاطرها. المهم هانتوما كتقرصوها بهذيك السميده الرقيقه اللي كتشيطو، وكديروا السمك اللي بغيتو، بغيتوها رقيقه ولا انا الصراحه كنبغيها تجي متوسطه. شفتوا معايا السمك ديالها كيفاش داير، غنخشيها في الفران غنشعل عليها الفوق والتحت ونخلي العافيه مهيله باش تحمر ليا في دقه. وخليكم معايا دابا غنصايب معكم المسمن كيفاش غدا نعمرو، خليكم معايا ما تشوفي. هنا كما شفتوا معايا ها هو المسمن من بعد ما خليته يرتاح، الصراحه ارتاح مزيان جرطاب. ملي كتخليوه يرتاح مثلا عجنتوه الصباح وعشيه عاد تخدموا به راه كيجي مطاوع عليكم صافي. عندي هنايا الزيت وهنا الزبده دايبه، غادي نورقها مزيان. فيسالي خدمت لكم هذه الطريقه، كنديروا مسمنه كبيره، كنديروا مسمنه كبيره البنات ونورقوها بحال شكل المسمنه اللي غنطيبوها في المقله عاد ديك الساعه كنقطعوها على الشكل اللي بغينا. غنورقوها مزيان بالزيت، شوفوا معايا العجينه ملي كتكون ناجحه كدير بحال هاد الفقاعات هادو، كتكون باينه لكم راه العجينه راه جات صادقه زوينه. غنورقوها مزيان تتولي رقيقه، تيولي السطح العمل يبان لينا منها. الزبده بالنسبه للزبده ديروا الزبده اللي بغيتو، يا ديال العبار يا ديال البواطه، جوج كيجيو زوينين. هذه ديال التوراق حتى هي كتجي زوينه.
صافي هنا البنات غادي نهزها باش نربعها ونخليها ترتاح ونخدم واحده اخرى. نخليها هنا ترتاح وغادي نجي نصاوب واحده اخرى باش ما يجيش الفيديو طويل. خليكم معايا تنبغي انتم البنات كما شفتوا من بعد ما ربعتهم كاملين غطيت هادو بالسلوفان خليتهم يرتاحوا مع كاين واحد البرده البنات ما نقولش لكم دابا راني خدامه ومخدمه تشوفوا حدايا سخنني شويه واحد البرد ما نقولش لكم عادي المانطا صافي والله العظيم بزز حيت العكاز ونطرت شي حاجه راك عارفين يعني لما نطي درتي ما تاكلي راه ما كانش لي غادي كاينش لي غادي يعطيك ما تاكل. شمشتو معايا هذيك الاولى اللي ربعت قطعت على هذا الشكل. نزيد نورقها شويه قد ما ورقتوها قد ما مزيان كما شفتوا معايا. من بعد غندير الحشوه هنايا كيبان لكم غندير الحشوه هنايا وغادي نلويها. صدقوني هذا المسمن راه كيجي لذيذ راه ما نقولش لكم كيفاش كيجي راه البنات عندي كيحماقوا عليه وفي نفس الوقت ساهل ماشي شي حاجه زعما اللي صعيبه. صافي كنلوي على هذا الشكل كنبقى مستمره حتى كنكمل كما شفتوا معايا. من بعد غادي نفلحوا من هنايا عاد غندهنوا بالبيض. شوفوا معايا كيفاش كيجي هاد البلاصه كي كتبان لكم مورقه كيجي مقرمش الصراحه ولذيد. كنزيدو ثاني كنزيدو نورقو. انا نخدم معكم واحده اخرى خضيره كلها اللي فيه كتجي لذيذه والزعتر والهريسه والفرماج كلشي كيطي الصراحه مذاق ما نقولش لكم كيفاش كيجي. صافي كنخليه على هذا الشكل حتى كنستمر نكمل كلشي حتى نعمر اللاطه وغادي ندهنو مصفر البيض مع شويه هريسه. ما كتعجبني الهريسه كتعطي المذاق الصراحه وكتعطي اللون وشويه ديال الحليب باش ما تبقاش هذيك الزفوره تاع البيض. اللي بغى يدير الخل يدير اللي بغى كل واحد شنو اللي بغى يدير الصوجة حتى هي يديرها. المهم انا غنبقى باش الفيديو ما يجيش طويل غنستمر. هنايا البنات من بعد ما ساليت استفتو كامل في اللاطه ودرت لي هاد بالسكين درت لي هاد الشريطات هكا تزين. انتم الا كان عندكم زيزوار ماضي خاص غير بهذا الشيء ديروه. انا كان عندي ما عرفتوش الصراحه فين مشى السكين ما كيديرش هذاك الشيء ما كيكونش ماضي كيفلح مزيان. وهنا كما قلت لكم عندي صفر ديال البيض شويه ديال الهريسه وشويه ديال الحليب واحد شويه ديال الخل بيه باش كندهن. وانا كندير في اللاطه وهما كيتنفخوا بحال لا فيهم الخميره وكما شفتوا معايا انا راه ما دايره لا خميره لا والو دايره غير دوك المعلقات تاع الخل والله الا كيتنفخ. شوف راه ما كانش مقارب بحال هكا على راسو تاع بحال اللي شافو يقول لك راه دايره فيه الخميره. والصراحه جا كيبان مورق زوين. نوريكم واحد الوحده كيفاش كتبان من الجناب بحال شكل كتبان بحال شكل راه كرواسه. شوفوا معايا كيفاش كتبان جات مورقه بحال راه بحال كرواسه. نتمنى ويجي كيف ما تشهيناه. والصراحه راه كنجربو شحال من مره كنجرب بحال هاد كل مره وكندير طريقه الشوره. بالنسبه للطريقه اللي كندير راه ما كتاخذش منك وقت بزاف ولا راه دغيا زربت عليهم. راه انا راه ما كنبغيش الحاجه اللي تبقى شاداني بزاف واقفه. كيما شفتوا معايا دهنتو كله غندهنو وغندخلو الفران فران ديال الغاز حيت مدخله ليه الحرشه سخون سخون. قلت علاش لا اللي ما نديرش فيه هو غيجمع ليا لاطه كامله غادا دير ليا عوض ما نبقى فران ديال الضو وجوج لاطات ولا ما لاطه وحده ونتهنى.
المسمن كامل وغادي ندخلوه الفران، من يخرج غادي هانتوما نشوف. البنات شوفوا معايا من بعد ما طاب المسمن كيفاش جا. صراحه ما نقولش لكم، لذيذ لذيذ لذيذ. يا سلام يا سلام يا سلام، عشي براد ديال اتاي من هنا. هو هذاك، شوفوا معايا التقرميشه هانتوما، سمعوا معايا. رغم انني ما كنكثرش الزبده بزاف، ما كنبغيش انا المسمن يجي ميدن بالزبده بزاف، شويه كندير غير شويه. صراحه جا لذيذ لذيذ لذيذ، والله ما كرهتكم تكونوا معايا كاملين، المتتبعات الغاليات كاملين يكونوا معايا ويذوقوه كاملين. صراحه والله ما كره، تسمحوا لي اللي تشهى. جا لذيذ ما نقولش لكم، مع هذا البرد والشتا خدامه كتصب. كي قلت لكم شي براد ديال اتاي منعناع، هو هذاك. شوفوا معايا الحريشه حتى هي، هي جات فنه، جات لذيذه. هنا راه قلبتها، جات قلبتها وهي كما قلت لكم، هنا راه قلبتها على التبصيل هي باقا سخونه، جات ما نقولش لكم رائعه رائعه رائعه. جربوها جربوهم هذا المسمن وهذه الحريشه، كما قلت لكم راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، في رمشه عين كيوجدوا زوينين الصراحه. ما تنساوش اللي يعجبو الفيديو يدير لايك ويدير اشتراك، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.